أريد أن أضم فراس حسن مراسل I24 نيوز في الضفة الغربية. فراس، أيضا الأحداث متلاحقة في الضفة، كانت هناك وقفة في رام الله، وأيضا حصلت اقتحامات واعتقالات في قرى شمال غرب القدس وفي صريف وبيت دقة. هل لك أن تطلعنا على آخر التفاصيل الميدانية في الضفة؟ نعم بشار، بالفعل في هذه الأثناء لربما الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية تميل إلى الهدوء الحذر، يعني بعد الوقفات التضامنية في مختلف المدن الفلسطينية في نابلس وفي يعني مدينة رام الله، يعني مع ضرورة كانت هناك مطالبات بوقف هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة، يعني وبعد جولة تصعيد واسعة شملت لربما سلسلة اقتحامات لمناطق متفرقة في الضفة وحملات مداهمات واعتقالات كان أبرزها يعني في مدينة طوباس وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات بشار استمرت نحو 5 ساعات، وتم إطلاق أيضا صاروخين يعني حارقين باتجاه منزلين في أيضا مدينة طوباس، واعتقال أكثر من 30 فلسطينيا يعني من مدن الضفة وقراها، ليرتفع بذلك عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء هذه الحرب في قطاع غزة إلى 3730 فلسطينيا. وفي ظل يعني موجات التصعيد بشار المتواصلة في الضفة حتى منذ ما قبل الحرب في قطاع غزة، وفي أيضا ظل المخاوف الإقليمية والدولية من الانفجار الوشيك، تتواصل يعني لربما الضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية في اتجاهين، يعني الاتجاه الأول ربما كبح جماح هجمات المستوطنين التي يعني تصاعدت في الآونة الأخيرة، وكان هناك مطالبات أيضا من إدارة بايدن لوقف أيضا بناء المستوطنات في الضفة الغربية. فقط إشارة، بما أنك تتحدث عن الموقف الأمريكي، فقط إشارة إلى أن هناك زيارة سوف يقوم بها مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لإسرائيل نهاية هذا الأسبوع، تابع فراس. نعم، وفي تصريح لافت أيضا لوزير الخارجية الأمريكي يعني أنتوني بلينكين كان يعني قد صرح أن لربما السلام المستدام يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية، سواء يعني وقف بناء المستوطنات ووقف أيضا هجمات المستوطنين في الضفة الغربية التي تؤدي إلى المزيد من التصعيد في الضفة الغربية. الاتجاه الثاني لربما بشار بخصوص أيضا إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة خصوصا التي اقتطعتها إسرائيل منذ بدء الحرب، كونها مبالغ يعني توردها مثلا السلطة الفلسطينية أيضا إلى قطاع غزة، واستجابة أيضا للضغوط يعني الأمريكية يبحث الكابينت الإسرائيلي بالفعل اليوم يعني الموافقة على آلية لربما تسمح بتحويل كافة أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وهذا يعني البحث يتناقض تماما لربما مع ما صرح به وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يعني من أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل أي أموال يعني إلى قطاع غزة ولا حتى يعني بواسطة أي جهة أخرى. اللافت يعني اليوم في تصريحات المسؤولين الفلسطينيين يعني بشار ما أعلنه أيضا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية خلال مشاركته في يعني أعمال دورة 21 المنتدى لتبادل الأفكار الإقليمية، شتية عبر يعني عن رفض السلطة الفلسطينية لحديث إسرائيل حول القضاء على حركة حماس، وهو تصريح لافت لأنه يعني كما قال أنه لن يحدث القضاء على حركة حماس وأن الحركة هي جزء من فسيفساء السياسة الفلسطينية. هذا الرفض الفلسطيني الذي عبر عنه رئيس الوزراء الفلسطيني يأتي في ظل مخططات إسرائيلية وأمريكية لوضع أيضا سيناريوهات لقطاع غزة في مرحلة ربما ما بعد الحرب والقضاء على حركة حماس حسب يعني الإعلان من الجيش الإسرائيلي أو الهدف من هذه الحرب على قطاع غزة. أيضا كنا قد أشرنا في سياق تغطياتنا بشار السابقة على الأوضاع والتطورات في الضفة إلى مقابلة أيضا أجراها الرئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية مع وكالة بلومبرج الأمريكية. اليوم يعني مكتب رئيس الحكومة أصدر توضيحات حول ما نشر في تلك المقابلة باعتبار أن النص الذي نشرته الوكالة يعني شمل نقاط غير دقيقة وأخرى غير صحيحة. من بين تلك يعني التوضيحات كانت بشار نشرها المكتب أن هدف الزيارات الأمريكية
الأمريكية تمحورت حول حل الدولتين، وهذا يعني ما صرح به اليوم يعني رئيس الوزراء الأمريكي أنتوني بلينكين، والخطوات أيضا العملية لإنجاز ذلك يعني كانت هذه أهم يعني الزيارات وأهم تم مناقشته مع الوزير الأمريكي في زياراته السابقة. وأن شتية لم يصرح بأن السلطة الوطنية الفلسطينية يعني والأمريكية يعني تبحثان خطة لإدارة يعني غزة ما بعد الحرب، يعني إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وحول دور السلطة الفلسطينية في غزة. اعتبر يعني شتية يعني أن ما يحدث أو ما تم تصريحه أنه هذا لم يكن على لسان شتية بأنه سيكون هناك استلام وأن للحكومة الفلسطينية لقطاع غزة وأنها لن تقوم بحكم يعني قطاع غزة على ظهر يعني دبابات إسرائيلية صحيح. كما وصفها الرئيس الفلسطيني، وعبر عن رفض هذه التصريحات يعني جملة وتفصيلا. وأيضا كان هناك أيضا يعني نص نشرته الوكالة الأمريكية شمل نقاطا يعني لربما غير دقيقة، أبرزها كانت يعني أيضا يعني ما يتم يعني نشره حول ربما التهجير الفلسطيني للفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في ربما قطاع غزة، وأن السلطة الفلسطينية لربما بشر لن تسمح بأن يكون هناك صحيح. أي تهجير في الفلسطينيين. السلطة الفلسطينية وكذلك القادة العرب بشكل عام في المنتدى المنعقد في الدوحة عبروا عن رفضهم لأي مخططات للتهجير، لأي مخططات لتغيير ديموغرافي وحدودي في قطاع غزة. وأيضا نذكر أن نتنياهو الحكومة الإسرائيلية كانت في كل مرة ترد على هذه المواقف الرسمية الفلسطينية وتقول أنه لن يكون هناك أصلا حماس لتكون جزء من الفسيفساء وجزء من أي منظومة سياسية قادمة لدى الشعب الفلسطيني. فراس، أريد أن أشكرك على كل هذه المعلومات.